طيب ايه المكونات اللي عندي النهارده؟ عندي شويه قرنبيط، عندي شويه جزر مبشور، شويه من الجبنه مبشوره، عندي دقيق، بصل اخضر، ثوم مفروم، بيضه، ملح وفلفل، وعندي شويه ميه عشان نظبط فيها الباتر او السائل بتاعنا في الاخر. عندي قرنبيط، عندي جزر مبشور، عندي جبنه مبشوره، عندي دقيق، عندي بصل اخضر، عندي بيض وثوم مفروم، وعندي في الاخر شويه ميه عشان اظبط بيها القوام بتاع السائل بتاعي، وطبعا عندي ملح وفلفل. طيب الحاجه تقريبا الوحيده اللي هنعملها ان احنا بس هنفرم القرنبيط ده شويه، هنصغره عن كده، فهناخده كده اهو، وبالسكينه بس هنبتدي نعدي عليه، نصغر كده الحجم بتاعه شويه. انا بس مجرد بعدي عليها كده، نجمعها كده وناخد واحده كمان، ودايما بشتغل عكس بعض وعكس بعض بالورب، يعني باخدها كده اهو، بعد كده بجمعها وناخدها من الناحيه التانيه تقريبا بنفس الزاويه. خلصنا كده شويه القرنبيط دول، ننقلهم على البول ونكمل الشويه اللي فاضلين، وبعد كده على طول بقى هننزل ببقيه دي الجبنة بتاعتنا المبشورة اهي، على طول البصل الاخضر، الثوم المفروم، هضرب البيضة بتاعتي كده اهو، يا دوبك هنزلها، هنزل بشوية الدقيق اللي عندي، والأول هنزل بربع كوباية كده من المية، معلقتين بقى كبار كده، وأقلب الخليط ده كله. خلاص احنا بقالنا كده شوية بنقلب لحد ما نوصل اهو للقوام اللي حضرتكم كده شايفينه، ده بالظبط اللي احنا بندور عليه. في الاخر هديها بس رشه كده من الملح ومن الفلفل الاسود، واخر تقليبه اهي، عندي هنا طاستين اي حاجه فلات، يعني انا عندي اتنين عشان عايز احاول اعمل كميه اكبر، لكن اي حاجه زي ما انتم شايفين كده تبقى فلات، هننزل بس فيها اهو بنقطة من الزيت، نساعده كده برضو ايه، نديها دهنة سريعة. انا هاخد تقريبا حوالي معلقة كبيرة، وهناخدها نحاول من اكتر حتة مبلولة، يعني من تحت كده اهو، وهجيبها وهتنزل كده، حتى بجمعها الاول وبعد كده بنضغطها كده. كده الخليط اللي احنا عاملينه او الباتر ده هينزل ما بين الحاجات دي وهيمسكهم في بعض. هديها كده بس دقيقة على ما ابتدي اشوف انا الحواف اللي عندي هنا ابتدت تاخد اللون الجولدن براون او البني شوية، اعرف ان انا على طول ان شاء الله اقدر اقلبها ونكمل.